استعنا به واذا توكلنا عليه واذا لجأنا نلجأ اليه واذا انكسرنا لجناب عزة حضرته واذا سألنا نسأله فانه خير من يسأل واكرم من يجيب واجود من يعطي وافضل من يتفضل على عباده ربي وربكم وحده واشهد ان لا اله الا الله شهادة من صميم قلبي بوحدانية الملك الحق المبين وأشهد أن الذي أرسله الله نعمة ومنة ورحمة وهدية وبينة وتبيانا رسول الله في خلق الله حبيبي إنني هائم ولك يا مصطفى خادم وربي بالفؤاد عالم وقلبي منك في هممي حبيبي صف مشاربنا رؤياكم كل مقاصدنا أقبل كي تقضى حوائجنا واسقينا من كفيك ندى أنا والأحباب نعاهدك بيعة رضوان نبايعك حدثنا حتى نحدثك واسقينا من كفيك ندى صلوا على الحبيب ذلك قال سيدنا القصيري ما سامن الظهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا استلمت غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم اللهم اسقنا من كفه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا وجميع السامعين والحاضرين اللهم آمين يا كريم من أفضل نعم الله علينا كمسلمين ولله الفضل والمنة هي نعمة الستر الله اسأل أي إنسان في الحياة يكون عدى 40 يقول لك بس الستر إن ربنا يسترها معايا وتمشي الأمور وإن شاء الله يحسن للخاتم فمطلوب جميع الناس سبحان الله الستر فأفضل نعمة يمن بها الله سبحانه وتعالى على عباده هي نعمة الستر ولذلك ستر نفسه علينا رحمة بينا سبحانه وتعالى جل في علاه ولو ما سترش نفسه علينا كان الإنسان يبقى زي الإنسان الآلي بالضبط ما يقدرش يتحرك إلا غير في المكان اللي ربنا أذله فيه لكن الله سبحانه وتعالى ستر نفسه علينا رحمة دينا سيدنا أحمد بن عطاء الله يقول كلمة جميلة في الستر كده يقول الستر على نوعان ستر في المعصية وستر عن المعصية قال فأما العوام يسألون الله الستر في المعصية قال مخافة أن يسقطوا من عين الخلق للعوام قال أما أهل الله وصفوة خلق الله والصالحين والصادقين قال يطلبون من الله الستر عن المعصية الله ألا يعصوا الله أبدا مخافة أن يسقطوا من عين الخالق جل في علاه لذلك كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين والدكتور مصطفى محمود يتكلم معانا شوية عن ستر الله على عباده جميعا كان يروح يجيب الجرائد كان يوصل زوجته العمل يودى أولاد المدرسة هو وراجع يوقف على بتاع الجرائد يأخذ منه جريدة أهرام يقرأ فيها شوية يصفح يصقف بس نسأل الله ما يخرجناش عن دائرة الستر اللهم آمين يا رب كل آمين اللهم آمين يا رب فيقول والله عايشين بستر الله كل يوم الراجل ما معوش إلا غير الكلمة الطيبة دي عايشين بستر الله بس وجاء في يوم معدى عليه والجو برد شديد البرودة واللي بيع الجرايد لابس بلوفر الإيد الشمال فيها رقعة والإيد الإيد اليمين فيها رقعة والإيد الشمال فيها رقعة والرقعة دي غير الرقعة دي غير البلوفر نفسه فقال له السلام عليكم عمي قال له وعليكم السلام قال له عاملين النهاردة قال له والله عايشين بستر الله قال له أقول لك قال له عن أي ستر تتحدث عن أي ستر تتكلم أنت الربع اليمين في الكم غير الربع الشمال عن أي ستر تتكلم قال له الله 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 يقول عليك راجل دكتور وراجل فهيم وراجل عندك وعي وعندك ثقافة وعندك بصيرة في الله فين علمك وفين بصيرتك وفين وعيك صنط كده شوية لقى الكلام شوية عجيب قال الحكمة ضلت المؤمن الحكمة ضلت المؤمن فقال له زيدني عمي زيدني قال له انت عارف البلوفر اللي انا لابسه الربع اليمين غير الربع الشمال قال له سترني عن مذلة البرد قالوا عندنا رواية اتقوا البرد فإنه موت أخيكم أبو الدرداء قال له أيوه زيدني قال له لما تبقى مريض ورجلك شايلاك قال له أيوه مريض ورجلك شايلاك
الله يكتب السلامة للجميع، اللهم آمين. قال سترك عن مذلة المرض، وفعلا الإنسان لما يبدا ضريح الفراش عايز حد يشيله وحد يودي وحد يغير وحد يوكل وحد 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 وحدود. فسبحان الله لما الإنسان يبدا بصحته وماشي بصحته، أيوه عنده شوية مرض لكن رجليه شايلاه. قال له سترك عن مذلة المرض، قال لما تبقى بس، قال لما تجيب كوباية شاي ورغيف خبز بس وتتعشى بيها، قال سترك عن مذلة الجوع، والجوع كافر. قال لما تبقى عندك بلاءات وانت صابر ومبتسم ومتجمل لأقدار الله، قال سترك عن مذلة الانكسار. فأفضل شيء من الله بي علينا في هذا